أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أيد بالحق ولي أمرنا ووفقه لكل خير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وجدت ليلة القدر المباركة هذا العام، وقد سبقتها بالأمس مناسبة جليلة تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. نظمت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي في فرعيها المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم وتجويده وتفسيره، والفرع المخصص للمسابقة الوطنية التشجيعية لصغار الحفظة في طلعتها 19 بشهادة من لدن السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. بشهادة تكريمية من لدن السيد الرئيس. ليستلم تكريمه من السيد المستشار رئيس الجمهورية، وأيضا بإسداء شهادة من السيد الرئيس. وزير الشؤون الدينية والأوقاف طبعا بشهادة المستشار دائما من السيد الرئيس.